معي خمس داقن طلعت الشفل في عينه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يلا حيم كيف حالكم؟ معكم أخوكم عبدالعزيز أو طرباخ من بيكس، مقطع جديد الفورتنايت. بس هالمرة تحدي وتحدي غريب شوي. قررنا نلعب سكواد، كل لاعب يختار فئة معينة من الأسلحة. يعني مثلا أنا ألعب بالشاتجن، عبد الرحمن راح يلعب بالبيستلز، وأبو فريح راح يلعب بالأسولت، وياسر راح يلعب بال سلاحين اللي هي سب ماشين والسنايبر. يعني سنايبر قلنا انه مو بيعتبر سلاح مره يعني فيد، فسب ماشين مع سنايبر راح تكون شيء كويس ك يعني فئه معينه. هذه الاسلحه اللي نقدر نستعملها، بس حتى لو تنزل في اول ماب وما معك اي شيء لازم تلعب هذه الاسلحه فقط. قبل ما نبدا مقطع، شكرا جزيلا لكم على اللايكات وعلى المشاهدات الجميله اللي قاعد انتم تقدمونها لي صراحه، يعني اشياء حلوه مره 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 مره، شكرا 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 شكرا. لا تنسى اللايك، اللايك والنشر، وهذه يخليني اتحمس اكثر. واليوم راح يكون في بث الساعه 6 المغرب باذن الله، ساعتين اربع ساعات على حسب. تعالوا ان شاء الله نشوفكم كلكم جميعا. رابط قناتي في تويتش تحت، سوي لي فولو، فعل التنبيهات عشان يوصلك البث اول باول. سبحان ربي، اعطاني لقيت بستل ما اخذه يعني؟ لا ما تاخذه. ابى اخذه اعطيك اياه. طيب هي حلو واضح. انا ركبت، انا نزلت مع واحد مع شات قاعد يلاحقني. عادي وين انا؟ انا ضع الشات جن، تعال بروح اجيب الشات جن. وين يلا معي؟ منو الشات جن؟ انا يلا عندي شات جن وسولت وبستل، عندي كل شيء الا سب ماشين. انت عارف شلون المرمى؟ هات الشات جن، هات الشات جن، امسك. عندي جميع انواع الاسلحه، بروح اذبح ذوليك اللي عندي كيره. والله انهم منو بسرعه. يلا ازبل ازبل، قاعد انحاشني ساعه بنفسجي. ياسر ياسر تكفى ياسر، تعال. وينهم 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 وينهم؟ ما عندي ما عندي، ما اقدر استخدم، ما اقدر استخدم. يا عيال طلع لي سنايبر، قسم بالله واحد بنفسج واحد من اللي بيلعب سنايبر. انا 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 سنايبرات، تعال عندي سولتر. يلا جاي. اوكي موت موت، هذا وراك 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 وراك، ما اقدر ارجع. ذبحته شكرا للمعلومة الحلوة. في بستل غير ذا يا ياسر؟ ايه ايه عندي بستل ازرق، نفس الماكن الازرق. طبر ما اعطيتني اياه. امسك. توني الاقيه وانا قاعد امشي. رصاص وطي. ها؟ اخذت رصاص. في سب ماشين هنا ياسر، تاخذها. وين وين؟ عندي 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 عندي. من ذول اللي ذبحتهم، ذبحت ثلاثة انا، أربعة. ها؟ وش هو؟ من عندي الطاق، من الطاق عنده؟ تعال ياسر هنا هنا. يلا جاي جاي جاي. عندي عندي شتكن. 17 مشي. دب دب دب. وينه؟ في الغرفة ذيك اللي قدام. شوف شوف شوف. ابر ابر. وينك وينك؟ يا سلام. باندج تعال تعال، باندج باندج، مين يبغى باندج؟ اوكي انا ما دخلت. المدكت مع مين؟ مدري. من يمسك مدكت؟ انا معي المدكت. طيب احد عنده الامو؟ عنده الامو حق شو اسمه؟ انا عندي، تعال تعال تعال. اسولت خذ. لا مو اسولت. سب ماشين تعال هنا، 48 عندي. عندي واحد انا. وين واحد فيه؟ تعال دقيقة خلنا نذبحه. ما اقدر اعطيك انا ياسر، انا استكمل نفسه. صح. تعال هنا تحت الدرج، انا ذبيت لك، تعال. وين؟ والله اني قاعد اوصل ساعة. اخر شيء تكتك العادي؟ اي انت شت جن شت جن كامل. افرح افرح ينادينا. قاعد اخذ فايت افرح. عنده واحد. عيال قبر. وين 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 وين؟ اي جو اخوي يا جاي. يا يا. اي رصاص رصاص وش؟ متنا 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 متنا. ميت ميت ميت، تعال ياسر 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 انت. هذا كلب قوي قوي كبير يا وحش. يعني ابليس وش ال قوي الحيوان. انت تذبحه. وينهم وين طرباخ وين طرباخ بساعة طرباخ فيه. مين من اللي سولت؟ انا يا حلال. ايش كار ذهبي؟ يا حظه حظه. اعطنا الرصاص، انت خذيت الرصاص، تراك تعطيني سلاح بدون رصاص، قاعد اتفرج عليهم. وش الفائدة؟ نزل الرصاص اللي معه. ما دريت انا. تعال قسم بالله نلعب عادي، ما نقعد ما نصمل فيهم كذا. شوف. تشوف انت؟ ايش طرباخ كيف خمسة؟ اي والله ما شوف حد. اللي بيشيل عيال معي اثنين. طحت من عيني وانا فجأة ما ادري ليش فجأة طحت من عيني. انا طحت من عيني ما ادري ليش. نروح بليزنت يا عيال. يلا.
انا اقول نقعد الديرة عشان شاتجن يعني مره حلو في الديرة. لا 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 شم شم شوي نبي نذبح حد. انا ما اقدر. لا أزبح. شوف نروح هناك عند اللوت ليك احس فيها ناس فيها الميزي. لا رايحين بلزنت حتى اللي في اللوت ليك بنا هناك. سويت نكل واحد. وين جامع وين؟ جاي من عندكم. شو من عندكم؟ من جهتكم جاي. الجباني هذا. من جهتنا كيف من جهتنا يا ولد؟ لا تربكني. مو من عندك مو من عندك من هناك من عندك 300. شايفين شايفين. ايه شفته. الله عليك. طاح من طقة واحدة. كان متدمج شكله مسكين. والله عيال قسم بين السبشين مره قوي ظالم انا طول هالفتره تشوفونهم في واحد يبني بعيد هناك ترى ما ينفع انا يعني اطلق من بعيد ترى ما شاتقن انا نو شيت والله 60 خاصه شفت في واحد قاعد يبني قدامنا 345 يبني قدامنا 345 ما شفت يسوي درج ونزل اوكي احش طفته والله الخاسي بدينا اروح اسوي فلانك وكذا حركات ولا بعيدين ايه اصبر اصبر جاي دقيقة اصبر يا كرج يا درج اشي متخلف هذا بحثة الحالة يا عيال سالنسر ليش الكيم كذا ما ادري والله بس حسيت انه مره قويين شوف ايش السالفة؟ والله مرة قوية هنا والله يا عنده رصاص لايت 300 وين؟ موارد كابتن موارد كابتن اعطيك ملح اعطني موارد ما عندي موارد كلكم هذا الكلام ها؟ اوكي محتاج يا عيال لا تطلق عشان يشوف يا عيال في واحد فوق الجبل ايه عند الدبليو نزل سلام نزل دز يا كرج ايش اسمك كيرا؟ كرج الدرج ما ادري انتم خرجتوني بيجيبوا الزون لا تطلق لا ايش هذا الحاله يا ولد وش جيم السولو هذا؟ يلا كن سوينا هاكو دخلنا جيم سولو خل عنك السولو يا رجال معي خمس داقن طلعت الشبل في عينه يا في تيم مد المزرعه 70 اصلا وش وضعنا داعسينهم؟ اي تشوف انت يا طرباخ قتل سته والله صدق شلون؟ لا ما نقصد شيء انت فنان بس اوجعني بطني هنا قصك يا طرباخ وخر راسك الله يهديك هالدرجة راسك كبير ايش هالطلقة لي ليش؟ تعال وين الاحمر وين رايح؟ راح اشوف هنا في ناس بنين اصبر بنين انا ما ينفع اطلق عليهم من بعيد بس لي وين رايح؟ بحاول اسوي لهم فلانك اسوي اي شيء اوكي فضحني الذيب والله شوف واحد فوق البيت هذا اليسار في بيس يسار في بيس قدامنا انا معكم زبده لازم ادرع ما ينفع اقعد كذا يا يعني متاكدين ما في حد ورانا اعطيته واحد في ناس يسار ورا البيت الكبير اللي في المزرعه عرفتوا في بيس ورا هناك قاعد يطلق بالقلوب الغبي والله ودي ادرع عليهم يا عيال للعان ابو شارب كان سواله هناك واحد كفو وين اخويا وين ربعه طاح تحت ورا هنا وينهم؟ تعال عند 105 جاي من فوق ايوه وين هو؟ جت ان رجع عليك فين وباني جت ان انا طايح على العنقود لو انكم تساعدوني حلو شفتوه؟ اذا ودكم تساعدوني تعال اذا عاد ما ودكم وين كنت؟ في واحد بالبيت الاحمر هذا وين البيت الاحمر بيت الديك فوق شت بيرا خد شكته مو فوق من داخل يعني مو فوق المبنى ذبحته في واحد على اليسار ليفنش وين وين كارك وين فوق
على فوق عندك 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 28 كم تنقص 2 26 24 اسف اسف يا ابو انا ميت انا ميت اه اثنين هنا اوه شيت املنا الوحيد خلص ال وينهم 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 بعيدين بعيدين ما حد حولك ما حد حولكم انت لا حد يقتلك بس انا زابل تحتهم تصدقون ما معنى هيل ما معنى شيء كل واحد مرت صفت اسلحة هيرة عطتك خوية جاي خوية جاي خوية من دمك يا اخي جاني من اللي والله ما قصرنا يا عيال والله ما قصرنا قسم بالله لو اني شايف الاشيله والله غبي غبي والله انه هيز القهر انا احسب في واحد بس بعيد صار في واحد قريب قبله ومحطني على عيني يلا من اول محاوله السادس وانا ذبحت 9 والله خرافيه ذبحت 9 انا ذبحت